يعني مثلا انت لو شفت نافع المقري الكبير الشهير نافع اللي هو اخذ عنه حفص قراءته ورش قراءته ورش عن نافع القراءة المشهورة متواترة نافع ذا من يكون نافع نافع لو دخل عليك الآن كلكم بتلتفتوا إليه منبهرين من خلقته هذا رجل نافع أسود اللون أعور العين أفطس الأنف أجعد الشعر أسود اللون أشل اليد أعرج الرجل عيوب الدنيا كلها فيه لكنه إذا قرأ القرآن لم يقرأ القرآن في حضرته أحد كل حد يسكت يستمعون قراءة نافع أعظم القراء القرآن الكريم اختاره الله لهذا